مين؟ هلا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو زيد. انا جيت اليوم احكي لكم حكايه. راح احكي لكم اليوم حكايه ايش؟ الكنز العسل. مش حقدر اقرب للعسل لانه العسل عطل، العسل هلقيت خرب، اتسمم كله. طب انا جعان، انا من وين اكل؟ ايش بدي اسوي؟ ايش بدي اعمل؟ معكم الفنان فؤاد الشيخ عيد من مواليد 1981، عمري 39 سنة. انا اللي في مجال المسرح والفن اللي تقريبا اكثر من 20 سنة، وبلشت بالحفلات الترفيهية مع رياض الأطفال والمدارس والأعمال الفنية والمسرحية من صغري يعني. فأنا طلعت من فترة من قيمة تقريبا شهرين، طلعت بالمبادرة وزارة حكاوي عم فؤاد، طبعا طلقنا فيها أنا وصديقي الصحفي رمز الشخريت، وعرضنا طبعا، فكرنا في الموضوع أنه لازم إحنا نعرض هاي القصة للأهالي وللأطفال كذا، فقلنا بدنا نعرضها عن طريق صفحات اليوتيوب وهيك إشي. فطرحنا الفكرة، كنا مع بعض سهرانين نحن والشباب، أنا ورمز الشخريت وصديقنا جاسر أبو شبيكة، وعرضنا اشتغلنا أول قصة وحكاية من بيتنا. يعني إحنا سهرانين، هي أول طلعت أول حكاية وإحنا سهرانين، تصورناها القصة عن طريق جوال. فلما طلعت القصة وانتشرت أول حلقة لنا بحكاوي عم فؤاد، صار في اتصال من مركز اولياء الامور انه بدنا نعمل بيننا يكون في مشاركه وتعاون، وان نقدر نعرض هاي الحكاوي عن طريق مجموعات الواتس اب لمدارس الانروا للوكاله للاطفال عشان يتسلوا ويصير في عندهم تشجيع ان يخشوا على مجموعات الواتس اب، بدل ما هو ايش الشيء الروتين اللي هم موجودين فيه وعايشين فيه. لازم الواحد يتعب ويشتغل عشان يجيب الشو الاكل. اما انت قاعد هيك وربنا راح بعث لك حي وبخت على العسل تبعك، واكيد ما فيش عسل. يعني كان في جاذبيه اكثر لاولياء الامور للاهالي ان عم فؤاد يزورهم في بيوتهم ونطلع لهم بحكايه. وبلشنا نطلع بحكاوي مفيده طبعا، فيها مواعظ وفيها حكم، واستفاد كثير للاطفال وللاهالي. يعني كثير اهالي بنقعد، اهالي هم بيقعدوا مع الاطفال، مع اطفالهم يسمعوا الحكايه، فبضطر ان انا احكي حكايه للاطفال وحكايه فيها حكمه للكبار. كنا يعني احنا بنطلع في ايام الحجر، واحنا عارفين عشان موضوع كورونا بنعمل احتياطاتنا الوقائيه، لازم الاطفال يكونوا لابسين كمامات وهيك شيء، مع انه احنا بنلقى صعوبه جدا في موضوع المواصلات والاتصالات والقصص هذه، فما فيش اي دخل علينا يعود لموضوع اللي احنا نقدر، فاحنا من حالنا يعني انا وصديقي رمزي بنطلع بنعدي مناطق مشين على الاقدام، وبنطلع اليوم طالعين بالمطر عشان نعمل حكايه للاطفال في حجر كمان موجود احنا اليوم، عشان نوصل هاي الرساله لاطفالنا ونرسم الابتسامه لهم ولاهاليهم. مشروعي بطمح انه يصل للكل، تمام، رساله تصل لجميع فلسطين، قطاع غزه والضفه الغربيه والعالم. وهيك يا أطفال يا حلوين خلصت حكايتنا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سقف العمو فؤاد. شكرا، باي مع بعض، يلا شكرا.